نبدأ من الملف الإيراني، حيث قال وزير الخارجية هناك حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي. ووصف الوفد الإيراني المفاوض في الملف النووي الأجواء الحالية في المفاوضات بالإيجابية، لكن مستشار الوفد محمد مرندي شدد في تصريح للتلفزيون العربي على أن إيران مصرة على أن يدفع من ينتهك الاتفاق أو يخرج منه الثمن. مرندي أكد أيضا إغلاق ما وصفه بملف الادعاءات الكاذبة ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تنتظر طهران قرار واشنطن السياسي لحسم مصير المفاوضات النووية. خلف الأبواب الموصدة يواصل المسؤولون الإيرانيون ترتيب البيت الداخلي، البرلمان الذي ألزم حكومة حسن روحاني بالمضي قدما في برنامج إيران النووي في شباط فبراير من العام الماضي، يقول اليوم لحكومة إبراهيم رئيسي إن الوفد الإيراني المفاوض تام الصلاحيات ولا حاجة للبرلمان بالمصادقة على ما يمكن أن يتفق عليه في فيينا. أجواء إيجابية حذرة في إيران. إيران تطالب بإصلاحات وتنتظر رد الطرف الغربي. حتى الآن أشعر أن الأجواء إيجابية، ولكن يجب أن نصبر. هناك ثلاث قضايا لدى إيران قلق بشأنها، خاصة الضمانات التي يجب أن تصعب الأمر على أمريكا. الانتظار السياسي يقابله ترقب اقتصادي. يصعب بيع العملات الأجنبية وشراؤها. السوق تترقب نتائج المفاوضات التي حسنت أخبارها الإيجابية الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي. مفاوضات يقول مطلعون إنها حققت ما تريده إيران في مختلف المجالات، وتنتظر مزيدا من الضمانات، وعليه تملي طهران شرطها الأخير مستفيدة من الظروف الدولية الحالية. العالم الغربي بحاجة إلى إعادة التوازن إلى سوق النفط، وهذا الآن لا يتم إلا عبر الاتفاق مع إيران على الاتفاق النووي. إعلاميا أيضا، وبرغم سعي الحكومة الإيرانية لإبعاد المفاوضات النووية عن دائرة الضوء والمضي في سياسة إبطال أثر العقوبات باتفاقيات استراتيجية مع قوى عالمية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، إلا أن الاتفاق النووي عاد ليتصدر الأخبار هنا مجددا. ظروف داخلية وأقليمية ودولية جعلت من الاتفاق النووي وكأنه خيار لا بديل عنه، اتفاق يبحث فيه كل طرف عن تحقيق الحد الأقصى من مطالبه، ويبدو أن حسم مصيره بات قاب قوسين أو أدنى. حازم كلاس، العربي، طهران. وللمزيد ينضم إلي من طهران مراسلنا حازم كلاس. إذا حازم، المزيد من الإشارات تصدر من طهران لربما تظهر رد فعل إيجابي اتجاه الساعات الأخيرة من المفاوضات، يعني هل هنالك أي توضيحات أكثر من تلك التي جئت عليها في تقريرك؟ في الواقع زاهر، يمكن الحديث عن بعض التسريبات التي خرجت من الاجتماع الذي عقد اليوم في البرلمان الإيراني. هذا الاجتماع المغلق الذي حضره أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أيضا محمد إسلامي، وكذلك وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري. كل هؤلاء هم المسؤولون المعنيين بالملف النووي الإيراني، كانوا تحت قبة البرلمان، تبادلوا وجهات النظر، أطلعوا الجانب البرلماني التشريعي الذي فتح يد الفريق المفاوض منذ شباط فبراير من العام الماضي من خلال قانون سنه في ذلك الوقت يتعلق بتعزيز قدرات إيران النووية. ناقشوا معه كل شيء وأطلعوه على المفاوضات. التسريبات التي خرجت من هذا الاجتماع تفيد أولاً
بما معناه بأن إيران اتخذت قرارها السياسي. هذا دعم آخر للمقترحات الأخيرة التي قدمتها إيران، للموقف الإيراني الذي أرسل إلى الاتحاد الأوروبي ووصل إلى واشنطن، وتقوم جميع أطراف الاتفاق النووي الآن بدراسته. الحديث بأن هذا القرار هو قرار إيران السياسي، بمعنى أن ليس لدى إيران أي شيء بعد الآن تتفاوض عليه، وما طرحته هو ختام الكلام كما يقال. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، البرلمان قدم دعما آخر لفريق إيران المفاوض في حال جرت الأمور باتجاه أو مضت الأمور باتجاه ربما مزيد من المفاوضات، ولو مفاوضات قصيرة ومكثفة لإنهاء النقاط العالقة، وهي أن البرلمان ليس بحاجة لأن يصادق على ما يتم الاتفاق عليه في فيينا، وأنه أعطى الفريق الإيراني المفاوض تام كل الصلاحيات. هذه الأخبار بطبيعة الحال تدل على أمرين. الأمر الأول أن إيران حسمت أمرها فيما يتعلق بهذه المفاوضات وأوصلتها إلى نهاية المطاف من وجهة نظرها، ومن جهة أخرى أيضا تريد القول بأنها مستعدة لكافة الخيارات سواء نجحت هذه المفاوضات أو فشلت، إضافة إلى أنها ترتب من خلال هذه التصريحات البيت الداخلي في ظل وجود بعض الأطراف ربما التي لا تزال لا ترغب بهذا الاتفاق. شكرا جزيلا حازم كلاس مراسلنا من طهران.